بالنسبة لمعز الجزيرة محمد بس 2400 ولا مليح، راه دابا جيتي ما سكنتي والو، داكشي اللي ذبحناه هو جدي مليح، جدي مليح 2400 او ما جدي الصوار تا هما 2400. كاينه 5 كيلو كاينه 12 كيلو، هادشي هو اللي بقى الاخرين. شحال بالنسبة للثمن؟ 2400 اللي بغى شي حاجة راه نصيفطها لجميع المدن. عندي الكلاصيرات راه وريت لهم ديك النهار، ورا داك الشيء راه غادي مزيان بخير وعلى خير الحمد لله. الناس راه تيعرفونا، صولوا لينا من برا، من فرنسا، من هولندا، من بلجيكا. يعني الثمن ديال المعز اللي خاصو شويه 2400، والبكري 2000، والغلمي 2400 والمليح. وبالنسبه للدوارات؟ الدوارات هادو ها هما هادي 3600 هاهي 3600 وهادو راه 2500 الوحده. هذاك الشيء راه مليح. على انت الو السلام عليكم يا اخوة، بخير الحمد لله. علاش كنتي وصيتي لي؟ وخمسة إترو زيت، واحد كيلو عسل دغموس، صافي إطوان. اليوم ما كاينش الخدمة، غدا ونصيفطو لك. ما تصيفط ليش الفلوس حتى توصلك السلعة، هذا خلصها. واه حنا راه تنصيفطو للناس السلعة توصل عندهم، هذا تيخلصوها باش تكون واحد الثقة متبادلة، لأن الناس دابا الناس تيشكو. الحمد لله كاع الناس ديال الشمال. الله يحفظك اخويا، الله يحفظك اخويا. شكرا شكرا. مرحبا الله يستر، الله يستر عليك. الله يحفظك اخو. راه تنصيفط للناس ديال الشمال بزاف، لتطوان، طنجة، العرايش، الناظور، الحسيمة، كاع هاد المناطق. انا جيت كان كنصيفط لي واحد الاخ سبحان الله العظيم من قلعة الصراغنة، شفت عند حنا الزيت حسين من ديال القلعة، داكشي مليح مليح. ها هي داكشي ما نتذكروش، انا ما كانتش حاجة زوينة والله، لا دخلت لهذا المعهد يا لحم يا زيت يا عسل. تاع القلعة عندهم زيت زوينة، من جهة الاخوان تاع القلعة تاع هي ماشي بحال ديال ماشي بحال ديال كاع تاع القلعة معروفين. لا ما نقبلهاش، حتى هما معروفين بالزيت. واش تقولي لي انت خصك تكوني معقول مع الناس؟ رقم واحد يا ابني من لا، هذا القلعة رقم جوج. حنا ماشي لكن الناس اخرين تيقولوا القلعة. علاش القلعة؟ القلعة فيها الرومي بزاف، نبداو نهضروا. القرعه فيها الرومي بزاف، فيها لونك دوك، فيها هذيك سميتها هذيك لاربي كوين. كاينه ديال الرحمنه. واش دانا حنا لهذا الشيء؟ حنا عندنا هنا البلدي، اللي بغى البلدي وبثمن مناسب ها هو، اللي ما بغاش الله يعاوني يعاون. راه حتى هنا في المنطقه كاين لاربي كوين. ماشي عندنا في مرعى السلطان. ما تهدرش على في مرعى السلطان، تهدر على بني ملاك. اسمح لنا اخويا الحاج، غاتندوي مع واحد الصحافي معايا دابا تنهضر معاه تيصور. وراه قلت لي ابني ملال هي رقم، هي رقم واحد. اوا معروفه من بكري ياك الاخ. ما كايناش شجره هنا اللي في زاوية زاوية الشيخ. هي اللي عندها 100 عام. قال لك استراغنا يلاه بانت، وما ابني ملال راه عندها واحد العرض طويل في واحد البعثات. بعض الاخوان تيقول لك راه القلعه هي الاولى. ما عندهم ما يقول هذا السيد مع من تندوي، وراه ما عرفت شنو كاع. كتبدا هي الاولى. المهم تتبدا، علاش تبدا هي الاولى؟ حك فيها الرومي. الرومي ديما تيطيب هو الاول، والبلدي والله ما تجني حتى لشهر 11 ولا 12 بالحلوف. ها الله يستر عليك يا استاذ، هذا الشيء اللي قلنا لهذا الراجل. يلا شكرا يا استاذ. شكرا. راك حريفي في الزيت، اش غندير لك انا؟ شكرا. لا ماشي قادر انا، راه يلا تنتعلم.
ماشي قادي تحريف بالزيت. انا يلاه كنتعلم. قلت لي دابا اخويا قبيله. انا تنشوف الناس تيقولوا تيقولك القلعه كتبدا الاولى هي الاولى. لا رقم واحد القلعه كتبدا الاولى، انا غادي نشرح لهم القلعه كتبدا الاولى. علاش؟ فيها لونغ دو، فيها هاد لاربيكوين، فيها هاد النوع المتهجن، وكاين واحد الطيب هو الاول، وكاينه بلاصه اللي كتعطل وفيها احسن زيت، عرفتي شنو هي؟ زاويد الشيخ. زاويد الشيخ دابا عاد زاويد الشيخ كتعطل راه الرقم واحد. غتيجيو ليها تيجيو ليها من المغرب كامل زاويد الشيخ. زاويد الشيخ عندك فم العنصر عندنا هنا باش يعقلوا المشاهدين. تاكزيرت باش نوريهم هنا عندك تاكزيرت عندنا هنا هي غا 7 كيلومتر فم العنصر حنا زاويد الشيخ القصيبه اللي بغى يشري هنا كاين الزيتون بلدي. حنا راه ما تنعيبو لا قلعه لا والو، ولكن الزاويه فيها الشجر معمر. الزاويه فيها الشجر معمر، فيها معمر. ودابا قبل ما نكملوا هذا الفيديو خلي واحد جوج دقائق باش نمشيو نصوروا لهم هذا الشجر المعمر من جبدي. هذه الهضره ديال 500 قرن، 5 القرون. فين كاين هنا؟ ها هو قريب قطعوا يلاه نصوروا لهم ونرجعوا.